انا هخليكي تقولي يا ريتك ياما ما جبتيني، انا بكره قلة الادب. اتفضل يا فندم. مع الباشا. انتي عزبة الحاج رجب الدرديري؟ ايوه حضرتك. احنا اسفين يا بنتي على اللي حصل. معالي الباشا انا ماسكها متلبسه. عايز تقول حاجه حضره الضابط؟ معليك. في ايه يا حضره الضابط؟ سايبين ولاد الكلب مالين الشوارع ورايحين تمسكوا ولاد الناس؟ هو ده اللي انا علمتهولك؟ انا تليفوني ما بطلش يرن من اول مساعد وزير الداخليه لغايه فوق. عارف اخر واحد كان بيكلمني مين؟ تمام عليك. اتفضلي يا بنتي، والده حضرتك مستنياكي بره. استني. اعتذر لها يا حضره الضابط. معليك. زي ما قال لك سياده اللواء، اعتذر لها ولا حاولك للتحقيق. انا اسف. اتفضلي يا بنتي مع سياده العميد. اتفضلي. طب وانا حضرتك؟ انت مين؟ انا سعادتك اللي كنت معاها. اه، عايزه في حاجه يا حضره الضابط؟ ايوه معليك. هتعمل بيه ايه اذا كانت البنت اللي معاه مشيت؟ هو مش سعادتك اخدت البنت اللي انت عايزها؟ ده بقى انا عايزه. بنتي بنتي حبيبتي. اطمني يا هاني ما حصلش حاجه واحنا بنكرر اعتذارنا. لا لا ما جراش حاجه. يلا حبيبتي هات ايدك بس. يلا يا ماما حد عملك حاجه يا بنت؟ اه كده يا عماد تسيبني وتهرب؟ انا سمعت كلام عمري ما كنت احلم اني اسمعه. ما هربتش يا عزه، سعيد مسكني وقال لي هتصرف. وتصرفت يا عزه وخرجتك. وانا مالي ومال سعيد؟ هو سعيد اللي جوزي ولا انت اللي جوزي؟ انا مش عارفه كان هيجرى لي ايه، كان لازم الاقيك جنبي. وابويا لو عارف ايه اللي هيحصل؟ يا ست لا ابوك عارف ولا انت جرى لك حاجه. محدش بيقطع حلاوه على قد بقه كده. خلاص الدنيا باظت وابراهيم طار. لا لسه ما طارش. لا يا عزه والحكايه خلصت كده يا سعيد. معرفش ايه اللي ممكن يجرى تاني. اتفضل بقى روح. استنى يا سعيد. امشي يا سعيد وعزه بره الحسبه، وده اخر كلام عندي. انا ماشي. هما ترسوا على برب وبعتولي. انا مش عارف انت عملت ايه للظابط ده، ده بيكرهك بشكل مش طبيعي. والله ما عملت له حاجه يا استاذ مجدي، هو متضايق عشان اتلوى دراعه واللي معايا خرجت فبيخلص فيا انا. الحمد لله احنا موقفنا القانوني سليم جدا. وخلي بالك لولا ان لقى نفسه مش قادر يعمل حاجه ما كانش سابك النهارده. البركه فيك. الحمد لله. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ادي ابراهيم اهو صاغ سليم. ان شاء الله يخليك يا استاذ. وبعدين معاك بقى في عمايلك السودا دي. استاذنكم بعدين. اتفضل يا استاذ. لازم تهزقيني قدام الراجل. وانت وشك صوف قوي، مش حاله ما كناش في الاداب. بس تعالي نتكلم في البيت. لا في البيت ولا هنا، انا خلاص فاضيه. اه انت عايزه لوكلوك بقى. طيب لو القعده عجباكي هنا خليكي. ولا ابراهيم بقى دي اخرتها بتطلعني انا اللي غلطانه؟ حرام عليك يا اخي، بدل ما تقولي معلش ولا تاخد خاطري بكلمتين. عماد انت ما بتحبنيش. ايوه ما بحبكيش ومش طايق ولا طايق سعيد، وهنام النهارده في الصاله. الو. ايوه ابراهيم. والله ما رضيت اغير هدومي قبل ما اطمن عليكي. لو قلت لك انا اسف من هنا لبكره مش كفايه. انا عارف انا كنت قلقان عليكي جدا والله، مش فارق معايا نفسي. طب وباباكي قال ايه والعيله؟ انا عارف ان انا حطيتك في موقف صعب. عارفه لما يصحى ويلاقي الباب مقفول هيعمل ايه؟ عارفه، بس اخوكي خلاص ما عادش الكلام نافع معاه. ايوه يعني انت ناويه تحبسيه في البيت ولا هتعملي ايه يا ماما؟ انا هعمل اي حاجه عشان احافظ عليكم. يا ماما ما فيش حد بيعرف يحمي بني ادم من نفسه. لا حماده يعرف وصلاح كمان يعرف، دول بيحموا البلد كلها. يا ماما مش انت اللي ما كنتيش عايزه ان صلاح يخش في الموضوع ده عشان الجوازه ما تبصش؟ انت بتغني على موالك. لما يجيب اخوكي من السجن حاجه ولما انا احكي له واشتكي له حاجه تانية. مفيش فرق، الاتنين زي بعض بالظبط. وبعدين انا كنت مرتاحه انك خرجتي صلاح من موضوع ابراهيم ده عشان مصلحتك. وخلي بالك لو اخوكي ضاع انت كمان هتروحي في الرجلين. مهما بعدتي ولا عليتي
برضه هيفضل اخوكي، مش هتعرفي تخلصي منه. وانا مالي انا؟ اشيل ذنبه ليه؟ بلاش نقطر البلا قبل وقوعه. يلا كلمي صلاح واخته واعزميهم على العشاء. يعني انت عايزه تحبسي ابراهيم وكمان اجيب صلاح واخته على العشاء عشان اللي ما يشتري يتفرج؟ انا قافله على ابراهيم عشان لما يخرج اعرف، لكن انا مش حبساه. طب وانت هتلحقي تحضري للعزومه؟ هطلب دليفري من عند ام رضا. سعيد انا عايزه ارجع بيتي. مش هتبطل النغمه دي يا عواطف؟ لا مش هبطل، خايفة. ما هو اللي حصل لعزة ده ممكن يحصل لنا ونكشف ونتمسك في أي لحظة. ما تخافيش يا ستي. يا لهوي اتمسكنا. يعني هما لو شافوك هيعرفوك انت كمان. خش جوه. حاضر. عماد ايه اللي جاب؟ جاي موتك واخلص منك. ايه يا ابني اللي حصل؟ الواد كلمها تاني يا سعيد. اتفضل يا حبيبي. يا حاج هاني ما كانش فيه لزوم للمصاريف دي كلها. هو انا غريب؟ خير حمادة يا ابني. خير حمادة. طبعا ربنا يا رب يكرمه ويعوضه خير يا رب. مال الست سوسن ما جاتش معاك ليه؟ بتتدلع يا ستي. قال ايه تعبانه ودماغي مصدعه. قلت لها ريح انت. تدلع ده ايه؟ ده انت اللي قلبك جامد. بعد العشاء هقوم اكلمها واطمن عليها. لا 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 مفيش داعي، هي سوسن كده دلوعه. انت حر انت واختك، لكن انا واجبه اطمن عليها برضه. امال ابراهيم فين؟ انا عايز اشوفه. ما هو العشاء ده عشان خاطر ابراهيم بس. انا هقول لك كلمتين وبعد كده اقوم افتح له. تفتح له ايه؟ ماما قافله على ابراهيم بالمفتاح، اصل حصل كده حكايه امبارح بالليل. العربيه مش موجوده تحت. يا لهوي يجو خرج من ورايا. الحقني يا صلاح، ابراهيم هرب. يعني ايه مش لاقيه؟ وانا كنت بعلف بقول اتفضل اتنايل دور على مطرح ما قلت لك. القرف ده. تكون راح فين بس؟ مفتاح اهو. مش عايز فضايح ولا عايز مصايب يا هيما. عيب عليك، ده احنا اخوات. عد بقى الجمايل. ها عمال تقول لي اخوات اخوات، عد يا سيدي الجمايل اللي انا عمال اعملها معاك. طب اركب اوصلك. لا انا راكن عربيتي هناك. طب اتكل على الله. يالا. بقول لك ايه، انا عايزك تخلي بالك منه كده، وعايزه يفك النحس اللي عنده. ها منال يا اوك، انا عايز الواد يفك. حاضر يا عينيا. سلام. شويه وهيفك. سلام. يلا ليلتك زي قلتها. بقول لك يا هيما، العربيه الجميله دي بتاعتك بجد يا بنت؟ ده اقل عربيه عندي. الله دي جميله قوي. بقول لك ايه، ما تيجي نلف بيها زيرو، دي جميله قوي. إيه؟ احنا هنطلع فوق نرتاح شويه وبعدين ننزل نلف. ليه ما نريح العظمتين هنا؟ دي شرحه وبرحه وجميله. ولا انت مالكش في شغل العربيات؟ لا عربيات لا. بسم الله، انت ايه خضتني كده ليه؟ لا انا ما بحبش السياحه، انا بحب اشتغل في صمت. اوكي ولا مش اوكي؟ احبك يا اوكي لما تعوز تفوق. قشطة. انزلي. جميلة 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 يا خرابي، جميلة جميلة حلوة يا بنت. يلا يا بنت المفضوح. يا لهوي يا لهوي، ايه الجمال ده؟ هو انتوا بتجيبوا الفلوس من اي حتة؟ ادخلي يا اخويا، نور النور بقى يا بنت. هي حلاوتها في الضلمة كده. لا يا اخويا انا بخاف من الضلمه، حاسه ان حد بيبص علينا. شكلك مالكيش في الرومانسيه خالص. يا اخويا رومانسيه ايه بس اللي انت بتقول عليها؟ ايوه كده. تعال يلا. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. طب يا اخي سلم الاول، ولا من ليه احبابه نسي اصحابه؟ يا لهوي مين دول؟ اصحابك؟ لا اصحاب اخويا. ازيك يا عصام بيه؟ ده برضو اللي اتفقنا عليه يا استاذ ابراهيم.
ولا ده اتفاقنا يا هيمة؟ شكلك بوظت كل اتفاقاتك. اديها حسابها عشان تمشي فيه بينا كلام. حسابي وصل. انت شكلك كده نحسك دكر. يبقى تعالى لي يا حبيبي على العنوان اللي اتفقنا عليه. ليلتك زي قلتها يا بابا. هجيلك يا مجد. ولا ما تجيش؟ استني يا عروسه، رايحه فين؟ خير يا عينيا. ولا خدها للباشا اللي عايز يشوفها. نعم؟ بقول لك ايه؟ فوق لنفسك واعرف انت بتكلم مين. ده انا منال اوكي يا حبيبي. اوكي. ما خلاص بقى منال، بلاش فضايح، اتكل انت على الله. جابوا الخايبين نقر قبل النقر ما تغلى. اوكي. سبت البيت ليه يا ابراهيم؟ عايز تهرب بفلوس اخوك اللي هي اساسا فلوس مصر؟ في ايه يا صلاح بيه؟ مش انت دلوقتي لمؤاخذه خطيب اختي رسمي؟ وده ايه علاقته باللي احنا بنقوله؟ يا باشا عن انت يرضيك نسيبك وزميلك واخو صاحبك يتعامل فيه كده برضو؟ اللي يغلط لازم يتعاقب يا ابراهيم. يا باشا انا ما غلطتش، يعني لما اسيب البيت عشان مخنوق شويه بقى غلط؟ يا ابراهيم يا ابراهيم يا حبيبي، احنا مش اتفقنا اي حاجه تعملها لازم تبلغني؟ ما تتعبش قلبي يا ابني. يا باشا هو ينفع يعني لما اتخانق مع الست الوالده اجي اقول لك؟ انت ما رضيتش تقول لي عشان ما اعرفش سبب الخناقه، وانا بقى اتعمدت اسيبك عشان اشوف ايه اخره السكه اللي انت ماشي فيها. سكه ايه يا صلاح بيه؟ صلاح بيه تلاته بالله العظيم، البت دي محترمه وانا داخل على 30 سنه وعمري ما عرفت يعني ايه حب، عمري لا مؤاخذه ما عرفت يعني ايه ست. طب يا هما لو انت شايفها محترمه يعني ما تتجوزها. دمرت حياتي يا ابراهيم، انا مش عارفه اعمل ايه، حياتي كلها اتدمرت. وكل ده ليه؟ انا ما غلطتش اني شفتك وخرجت معاك. هدي نفسك هدي نفسك، ايه اللي حصل؟ بابي بيتعامل معايا على اساس ان بنت منحله بتاعت شبان وسام. طب ليه ما شرحتلوش الحقيقه؟ ليه ما قلتيش ان الضابط مسكنا من غير ما يكون في حاجه؟ مش عايز يسمعني، وقرر انه يقفل المكتب ويجوزني ابن اخو التخين ابو كرش ويسفرني معاه امريكا. انا اسكندريه كلها مالها سيره غيري، انا انتهيت خلاص يا ابراهيم. قومي معايا انا هشرح لباباكي كل حاجه. اقوم معاك فين بس؟ انا وبابي وصلنا لحيطه مسدوده ومبقاش في كلام ينفع. انت السبب يا ابراهيم، انت السبب. انا ما عملتش حاجه. ايدك تعمل تساعدني وترحمني من التخين ابو كرش. كل اللي هطلبه منك انك تتقدم لي وتطلب ايدي من مامي. انا عارفه ان احنا ما نعرفش بعض كويس، ان المفروض ناخد وقت اطول عشان ناخد الخطوه دي، او كان ممكن ما ناخدهاش اصلا. بس انا ما قدميش حل تاني، ووعدك بمجرد ما نتخطب انا هحلك من اي ارتباط. انت عارفه انه شرفني، بس باباكي ممكن ما يوافقش، خصوصا ان ما عنديش شغل وما كملتش دراستي. من الناحيه دي اطمن، انا هقول اني بحبك وهموت نفسي لو ما اتجوزتكش. ها قلت ايه بقى؟ حسن النشرتي كلب زي ده يمرمط اسمه في السوق. لا اسمع، انت تاخد رجالتك وتحط اربعوها على دماغه. كات فين الريش؟ هتقول الريش؟ انا قلت كده، انا قلت ما يعملش العمايل دي غير الزبط ناصر الشرقاوي. يا ابني يا ابني انت بتجيب الناس دي منين يا ابني؟ ما فيش مره تغلط وتجيب لي حد كويس. يا باشا عم شكر، راجل قديم مش اول مره يشتغل. ما تقوليش قديم ولا جديد، ده اوفر وفوق الاوفر كمان. طب يا استاذ من فضلك يعني قول لي حضرتك عاوز ايه وانا اعمله. استاذ استاذ من فضلك، انا ما بتكلمش معاك انت، من فضلك ناصر الشرقاوي بريك. ده ايه العظمه دي يا استاذ؟ الله يخليك الله يخليك. ايه يا عم شكري، انت مش فاكرني ولا ايه؟ والله يا ابني العتب على النظر، معلش. فاكر عم اسماعيل بتاع سينما النهضه؟ عم اسماعيل؟ اه انا بقى سعيد. اه اهلا اهلا. عم اسماعيل ده نادل الاندال على فكره،
لي أكتر من 3 سنين لا سمعت صوته ولا شفت وشه. لا ما انت مش هتشوفه تاني. عم اسماعيل الله يرحمه. يا ابني انت بتصربع على الجواز كده ليه؟ مش تستنى اما اخوك يرجع وانت من موضوع اختك. يا ماما انا مش بتكلم في جواز، انا بتكلم في خطوبة، وبعدين المواضيع دي ما تعطلش بعضها. يعني خطوبتي لا هتقدم رجوع حمادة ولا هتأخره ولا هتفرق في جواز حورية. طب يا ابني حبيبي استنى اما يرجع عشان نفرح كلنا كده مع بعض. يا ماما حمادة اختار حياة تانية غير حياتنا، لا احنا هنفرق معاه ولا هو يفرق معانا. خص عليك يا ابراهيم الكلام البايخ ده. وهو لو كنا نفرق معاه كان سابنا كل ده؟ وبعدين انت بتحودي المواضيع على حماده ليه؟ انا عايزك تيجي معايا نخطب واحده. ومين بقى يا اخويا دي اللي طيرت النوم من عينك في يوم وليله وشحتفتك كده قوي على الجواز؟ المحاميه اللي بتكتب العقود. يا لهوي اللي قفشوك معاها. اشكر الاستاذ وزميل عمده. يا عمده يا مات انت ما بتردش عليا ليه؟ بتفرج على الفيلم. لسه زعلان مني؟ مقموص طيب؟ كل ده عشان اعرف اني بحبك؟ ما ياكلش يا بنت رجب. سهوكة والسهتانة دي ما تاكلش معايا. دخولك مع سعيد غلط. افهمي، انتي مش قد الجو ده. هو في ايه؟ انت ليه مكبر الموضوع قوي كده؟ زي ما يكون تمثيلية بنلعبها. انتي واخدة الحكاية لعبة، وفي الحقيقة هي مصيبة. ممكن في أي لحظة تخش السجن. ما ياكلش يا عماد، شويتين التهديد والتخويف دول ما ياكلوش معايا. بص يا عمد، احنا عندنا بيت وعايزين نبنيه، وانا وانت لا ورانا ولا قدامنا، يعني ما قدمناش غير سعيد وفلوس سعيد. سعيد ده زي المرجيحة، ممكن يطلعنا لفوق وممكن يرمينا في الأرض. طب ما هو مفيش حاجة ببلاش. يا عمد أنا عايزة نعيش كويس، أنا وانت وعيالنا إن شاء الله لما ييجوا. وفكرك يعني في الآخر سعيد مش ممكن يجي يقول لنا متشكرين وتعبتكم معايا وكنتوا جدعان معايا قوي؟ يبقى اللوري شرط آخر نور، أنت تروح تتفق معاه على نصيبنا. والله يا حاج انا محتار، مش عارف ان كان ابراهيم بيتصرف صح في الخطوبه دي ولا لا. ما دام انت محتار يا ابني زي كده يبقى الموضوع ده مش عاجبك. لا الحكايه برضو مش كده. الولد عمل موقف نبيل مع البنت. نبيل مين؟ نبيل يعني شهم يعني، وما نقدرش نلومه عليه. يعني لو حوريه بنتك في الموقف ده كنا هنعمل ايه؟ يا اخويا ربنا يسترها على كل الولايه، بس اصل الناس دي علوي قوي. انت مستقليه بنفسك وابنك ليه يا حاج؟ وبعدين ده خطوبة يعني تعارف، لو ما اتفقناش يا دار ما دخلك شر ونفكها. صدق ما بقعد اتكلم معاك بحس ان انا بتكلم مع حمادة. كنا دايما نقعد مع بعض كده ونتشاور. لما فيش اخبار عنه باختصار كده من غير ما نخش في تفاصيل او اسرار، إيه؟ هو زي الفل. ربنا يطمنك يا ابني. مين فيكم الحرامي؟ الحرامي؟ انت الحرامي؟ انا لا طبعا يا فندم. يبقى انت ابراهيم. ايوه سعادتك مظبوط. انت عارف انا ليه بقول عليك الحرامي؟ ليه يا باشا؟ لان الحرامي هو اللي بينط من الشباك وبيسرق الحاجه اللي مش بتاعته، وانت بقى سرقت بنتي. يا فندم احنا جايين نراضي معاليك ومستعدين لاي طرديه تؤمر بيها، ولا يا ابراهيم؟ طبعا يا صلاح بيه يا باشا، عشان كده انا جاي اوضح لحضرتك الصوره. صح اسكت انت، اتفضلي انت يا هاني بتكلمي. احنا سعاده الباشا عايزين نجوز ابننا لبنت حضرتك. المدموزيل اللي واقفه جنبك دي بقى تبقى بنتك؟ ايوه حوريه اخت العريس. وحضرتك يا هاني بترضي تجوزي بنتك لواحد ما بتثقيش في اخلاقه ولا سلوكه؟ انا مش موافق على الجوازه دي. دادي حرام عليك يا دادي. لا يا بنتي انا مش موافق على الجوازه دي، بس انا بحبه وما اقدرش اعيش من غيره. ليه كده بس يا بنتي؟ ليه دايما تزليني وتقصري رقبتي قدام الناس؟ الحب عمره ما كان ظلم، الحب اسمى معاني الوجود. اذا يجيب شبكه بربع مليون جنيه. هيجيب يا دادي. هتجيب يا ابراهيم؟ ما بتاكلش ليه؟ الفول مش عاجبك؟ ده حتى ما بتحبش حلو. دي بنتك مش في اسكندريه؟ مع جوزها. وحشتني الموكوسه، البيت فين من غيرها؟ رايح فين يا رجب؟ رايح اسكندريه. استنى بس يا ابني، دي فلوس اخوك، شقه عمره حرام. وبعدين دي مش 10 ولا 100، ده مبلغ كبير. اذا كانت الشبكه بالمبلغ ده، امال المهر بقى والجهاز هيبقوا بكام؟ مش صلاح بيه قال لك انه هياخد موافقه حماده على الموضوع ده؟ طب اتسربعتوا ليه وحددتوا ميعاد الشبكه؟ مش تستنى لما اخوك يجي ويوافق؟ ما انت شفت ابوها والكلام كان قدامك،
جايه دلوقتي تقولي متصربعين على ايه بعد ما ادينا للراجل كلمه؟ طب افرض بقى اخوك ما وافقش. مادام صلاح بيه وافق يبقى حماده هيوافق. قالوا انا اللي كنت فاكر لما هجوزها هبقى ارتحت، ادي مشاكلها ملحقاني. طب كنت كلمت عماد فهمت ايه اللي حصل بدل ما انت رايح اسكندريه كده على ملا وشك. هيكذب عليا وهيقول لي اي كلام ويعلم ايه اللي بيحصل، وبعدين ما انت عارفه انا عيب سعيد البرنس، هنفضل ساكتين لغايه ما البنت تخش السجن. استنى بس يا رجب تكلمهم في التليفون الاول. احنا هناخد دي كمان كده، الحساب بقى 224,000. لا دي مش حلوه، انا هاخد دي. لا ما مش ليكي، دي بره الحساب. اوكي اتفضل. دي عشاني انا؟ اه. ما هو مش معقول برضه ان احنا نجيب شبكه وما نجيبلكيش حاجه. شكرا. العروسه عايزه حاجه تاني؟ لا كده كفايه قوي. اه كده كده كفايه الحمد لله. اه البركه. 224؟ ايوه 224. عد فلوسك. شكرا. ألف مبروك يا إبراهيم. مبروك يا عز. الله يبارك فيك يا حرية. عقبالك انتي وصلاح. تعالي، هي أمك عاملة كده ليه؟ انت عارف صعبان عليها ان حمادة مش معانا. صعبان عليها ان حمادة مش معانا ولا صعبان عليها ان حد فينا يتجوز؟ ما انا عارفها نكدية. يا أخي بطل بواخر ويلا لبس عروستك الشبكة. ألف مبروك يا عمدة. هو انتم الانتاج ده؟ ايه عايز ايه؟ يا عم ما جميع عادم الصبح عايز البريك بتاعها. يا اخي اصبر شويه بعد شويه البكاء هيبقى. اصبر ايه؟ احنا كنا برضو مع استاذ كريم عبد العزيز استاذ صبري السماك قعد المجاميع للصبح وما جابلهاش. بس بس مش هينفع. بس روح اقعد هناك. عز بيتي عز. يا نهار اسود. اما حته يوم يا ابراهيم ده ايه الناس دي وايه العيشه دي؟ عشان تعرفي بس ان اخوكي واقع واقف. الحمد لله انها عدت على خير. انا عايز افهم انت مش فرحانه عشاني ليه؟ لا يا حبيبي فرحانه وكل حاجه. بذمتك ده شكل واحده فرحانه؟ لا قول لي يا ابراهيم، مين الراجل ابو النضاره اللي اول ما عروستك شافته ده اغمى عليها؟ ده عمها بتاع امريكا، ده هيتجنن ان خطفتها من ابنه المكلبز ابو كرش ده اللي كان هيموت عليها. ده من امريكا ده اخره كده من ابو المطامير. بس تلهي ما تنسوش نفسكم يا ولاد حافظ، الدنيا دواره. ما هو انا مش هسيبك الا لما افهم ايه اللي حصل. والله يابا ما حصل حاجه من قدامك اهو سليمه، ما حصلليش حاجه. عايزه افهم انت مش عايزه تتكلمي ليه؟ خايفه عليه؟ اذا كان هو نفسه ما عرفش يحافظ عليك تقوم انت تخافي عليه يا بنت. بنت طيب اللي اسمه عماد ده كان عايز يمشي نفسك. والله العظيم ابدا يا بابا، يا لهوي ايه اللي بتقوله ده؟ عماد بيحبني وبيخاف عليا اكتر من نفسه. بيخاف عليك ايه يا بنت الكلب؟ اذا كنت انا داخل لقيتك بتتخيط بالراجل تاني وهو واقف. انا اللي غلطان، انا اللي غلطان اني ما فضحتش الدنيا ووديتك انت وهو بستين داهيه. يلا خش لم هدومك واستوري لحمك ده وتعالي معايا يلا. لا يا بابا انت زمانه جاي، هو اللي هيفهمك على كل حاجه. قسما بالله العظيم لما لميت هدومك وجيتي معايا وانت اقل من اللي في رجلك لا تكوني بنتي ولا اعرفك، وعمري ما ادخل لك بيت طول ما انا عايش. مش انا وبس،
ده انا وامك واختك. يلا يا ابني ما ينفعش تسيب عزه مع ابوها لوحدها، هتتصرف ازاي هي؟ عليا النعمه نهين عليا، اجيب كرشك واخلص منك. عايزني اقول للراجل ايه؟ احط عيني في عينه ازاي؟ انا بس اللي مستغرب له مين نشر الاعلان ده. لا وايه اعلان بصوره قد كده؟ ده رجب قلبي كان هيتجنن، وقف يتنطط هنا قدامي زي الكره الكاوتش. بص بقى، احنا احلى حاجه نقوم ننام، وبكره الصبح نفكر ازاي نسد الاخرام دي. اخرام ايه؟ ما هو اللي حصل ده يفتح علينا فتحه. اخرام عند جريلا اولادها، واخرام عند عم رجب. لو ما قفلناش الاخرام دي هيبقى ده اخرنا. خلاص نبتدي بعم رجب الاول. عم رجب اخر حاجه. بتبيعنا يا سعيد؟ لا بحسبها صح. ايه يا عريس، مش هتيجي تتغدى ولا ايه؟ هتجنن يا حوريه، عزه قافله تليفونها من امبارح. طب وايه المشكله يعني؟ ما يمكن نايمه، ولما تصحى اكيد هتكلمك. يلا عشان تاكل. روحي انت، انا ماليش نفس. يقطع الحب وسنينه. بقول لك ايه، انا مش ناقصك. ماشي، طب يا رب ما تردش عليك خالص. يلا يلا يا رخم. الطبخه دي ريحتها وحشه، وانا لازم اعرف ايه اللي وراها. يا بابا مفيش حاجة، انت اللي مش مصدقني. ما انا مش معقول اصدقك واكذب مخي. حرام عليك يا راجب، انت من ساعة ما جيت عمال تقرر في البيت. سيبها ترتاح شوية. الله، هي لما ترتاح هتقولك على كل حاجة. انت فاهمة حاجة من كلامها؟ صراحة لا. خلاص يبي تسكوتي بقى لغاية ما نفهم فيه ايه. حاضر يا اخوي. يا بنت انت متخيلة انك هتلبسي ابوكي بقيت عمره؟ دش يا بابا. حرام كده، انت حلفت عليا اني اجي معاك وجيت معاك واشتريت خاطرك. سيبني ارتاح بقى. باين حماد جه. حماد، قسما بالله المتعدى اللي اكون مطلقك منه. هو انت طلقتي يا عزه؟ يوه يا سلام، ارحمني بقى، مش ناقصك انت راخر. رايح فين يا سلام؟ يا عزه طلقت يا سراجب؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي يا سلام؟ قلبي، قلبي هو اللي جاب. طالما عزه طلقت يلا اتجوزها لي بقى. صح، ما هي كانت ناقصه جنانك انت راخر. انت زعلان مني ليه يا سراجب؟ ما تزعلش مني والنبي. انا مش زعلان يا سيدي، انا بس ما نمتش من الصبح وعايز انام. روح يا سلامه دلوقتي، ولما عزه تتطلق هنبقى نقول لك تيجي انت تتجوزها. هو انتوا مش كنتوا جيتوا فرشتوا الحاجه؟ انتوا رجعتوا في كلامكم تاني ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت خلاص يا ابني، مش داريان خالص باللي حصل؟ لا لا، انا عارف كل حاجه. انا عارف ان انتوا جيتوا سرقتوا الحاجه، وعارف ان عماد اتجوز عزه، وان عماد طلق عزه. خلاص خلاص يا سلام، روح انت دلوقتي، ولما عزه توفي عدتها هنبقى نقول لك عشان تيجي انت تتجوزها. تعالى بقى، ابوك كان عمال ينادي عليك من شويه. شوفوا عايزك في ايه يا حبيبي. ده انا اللي عايزه عشان يجي صالح نص يا رجب ويجوزني عزه. يا فرغلي فرغلي، لا حول ولا قوه الا بالله، لطفك يا رب. سلامه، ازيك يا صاحبي؟ انت كنت فوق عند عم رجب؟ اه كنت بشوف عزه. ما هي عزه طلقت. عماد طلق عزه ازاي؟ هو ليه حقوق؟ اه بقى انا مالي، المهم انه طلقها وانا هتجوزها. اما يمكن غضبانه ولا حاجه. هو رمى عليها اليمين؟ انا مالي انا بكل ده، المهم ان عزه طلقت وانا هتجوزها. اوعى من وشي. طيب يا سمرغلي، عزه طلقت. ابراهيم تلاقيها كلمته وراح لها جرش. يا عم انت الراجل بتاعك لسه ما جاش، وانا خايف لحسن الاستاذ يطب علينا. انت مش بتقول انه ما بيجيش قبل الساعه 5؟ ايوه، بس انا لما جيت فتحت لكم المكتب ما كنتش عارف ان الحكايه دي هيبقى لها ديل. اتفضل يا سيدي، ادي 50 جنيه. 50 جنيه يا استاذ؟ هو انت شايفني قدامك ببيع ترمس؟ انا ما اخدش اقل من 100 جنيه. طب تعالى تعالى خد، ادي 20 جنيه كمان. اسكت بقى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. امال الاستاذ عزه فين؟ سافرت امريكا يا سيدي. سافرت واجرت مكتب الاستاذ مكرم، وانا بفكر ان احنا ننقل القضيه هنا عنده، وكنت عايز اعدي عليك عشان اخد رايك. قلت ايه؟ مش عارف. انا كمان رحت الفيلا لقيت في ناس بتصور فيها. ايوه يا استاذ، ما هو مأجرين فيلا دلوقتي للناس اللي بيصوروا فيها. قال لك هتعمل مصلحه لحد ما تتباع. استاذ استاذ رايح فين يا استاذ؟ رايح فين يا استاذ؟ الو. ايوه سعيد، ابراهيم استوى. القفوا انت بقى. لا يا عم انا شبعت خلاص،
انا نازل لعزة مصر، عايز اشوف حل في المصيبة السوداء اللي انت حطيتنا فيها دي. لا سعيد مش هستناك. خليك راجل مؤمن يا ابراهيم، لازم تعرف يا ابراهيم ان ربنا ما بيعمل لناش حاجة وحشة. لازم تعرف ان الجواز اسمه ونصيب. وبعدين يا اخي مش يمكن ربنا نجاك منها؟ مش جايز لو اتجوزتها تبقى مش مخلصة مثلا؟ افرض. اللي عرفه عن رجب بيه انه راجل صعب جدا، والمعلومات اللي جات لي من مصادر موثوق منها ان اخوه اثر عليه وخلاه يغير رأيه خالص، خاصة بقى ان الجوازة دي ما كانتش داخلة دماغه من اصلا. بس وافق وجبت له الشبكة اللي قال عليها، ده مش كفاية عشان يعرف ان شاريها وعايز اتجوزها؟ الفلوس عند الناس دي يا ابراهيم ملهاش قيمة زي ما انت فاهم. يبقى فكرنا كلم القنصلية بتاعتنا في امريكا خليهم يجيبوا لك الشبكة. مش مصدق انها سافرت امريكا، ده الفيزا بتاخد 3 شهور. ودي ما فاتتنيش، انا اتأكدت انها سافرت فعلا، وعرفت ان اسمها مدرج على قوائم المغادرين. ابويا يا سيدي عنده جرين كارد، وهي كمان عندها فيزا 5 سنين. برضو مش مصدق، مش مصدق اني مش هشوفها تاني. وايه اللي يخليك مش مصدق؟ احساسي، احساسي بيقول ان الحكايه لسه ما خلصتش. احساسي غلط، احساسك غلط. لازم تفهم ان انا من حق انصحك زي اخوك ابراهيم. البنت دي لازم تشيلها من دماغك وتنساها خالص. هو انا وحش قوي كده؟ ليه بتقول كده يا ابراهيم؟ انت يمكن مش فاهم الدنيا صح. الحياه الصعبه اللي انت مريت بيها خليتك كده. تعرف انت ناقصك ايه يا ابراهيم؟ ايه يا صلاح بيه؟ دلني يمكن اتصلح. انا نفسي ابقى بني ادم والاقي واحده تحبني. ناقصك ما تبقاش اناني يا ابراهيم، تتعلم تضحي علشان غيرك. يعني عزه مثلا تنساها وتتمنى لها كل خير. الفلوس اللي انت عمال تبعتر فيها يمين وشمال دي فلوس اخوك، الدهان يا اخي احافظ لك عليها لحد ما يجي بالسلامه. ايه يا رجب بقالك ساعه في السرير ما نمتش ليه؟ هيجي منين النوم اعتدال؟ بنتك شكلها كده ناوي تموتني ناس عمر. استعيذ بالله من الشيطان، فكر بس بالعقل كده. قول يا مراد. بنتك انا مربياها وعارفه اخرها فين، وعماد طول عمره غلبان. غلبان فعلا، عماد غلبان بأمرت الحكايه بتاعت عناد. سيبك من عماد وخلينا في بنتنا، احنا مربينها كويس. شوف يا اعتدال، الشوارع مليانه بنات ولاد ناس واهاليهم كلهم كانوا فاكرين انهم مربينهم كويس، وزي ما في صاحبه ممكن تفسد صاحبتها، في زوج ممكن يفسد مراته، واللي حصل مش شويه. يعني هتطلقها بجد وراكب دماغك؟ حرام عليك، دي لسه عروسه. انت ما بتفهميش يا وليه. انت بتحصل يا رجب، المصايب بتحصل والواحد ما بيبقاش له يد فيها. وسلامة فضح الدنيا ان بنتك اتطلقت وقعدتها كده، هتثبت كلام الناس. طز في الناس، بنتي اهم. الله اكبر الله الله اكبر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له. قوم اتوضى وصلي في الجامع وادعي ان ربنا ينور لك بصرك. الله يلعن ابو فلوسك على اللي عايز منها حاجه. انا عايزك تنسى ان انت تعرفني او شفتني في يوم من الايام. لا مش ههدى يا سعيد، الراجل اتجنن، اتجنن وعايزني اطلق. أحلى صباح على أحلى حورية في العالم.
طبعا فرحان. مش سمعت صوتك؟ يا نهار اسود، يعني فلوس اخوك ضاعت؟ انا كان قلبي حاسس. انت زعلانه على فلوس اخويا ومش حاسه بيا؟ انا بقول لك سابتني وسافرت امريكا. ما تغور ولا تروح في 60 داهيه. هم وافقوا عليك ليه الا اذا كانوا طمعانين في الشبكه؟ ما تقلقيش يا اختي، الشبكه هتبعتها لي من بره. انا بكلمك عليا انا. انا انت فيك ايه؟ ما انت كويس قوي اهو، بكره تتجوز واحده تانية. وانا مش بني ادم؟ انت مش امي، مش حاسه بيا ليه؟ ايه الجنان اللي انت فيه ده؟ انت اتجننت؟ ايوه اتجننت. انا مش طايقك ولا طايق البيت ده. انا همشي. وبيقول لخطيبك يا ست هانم ابراهيم ساب البيت، انا ما بقاش يهمني. طب ايه رايك بقى ان انا مش مصدق ولا كلمه من اللي انت قلتهم؟ واذا كانت دي الحقيقه ومفيش غيرها اعمل انا ايه؟ طب ليه ما خدتش انت بعضك ورحت للناس دي وقلت لهم على اللي حصل؟ مش يمكن كانوا ادوك فلوسك؟ انت بتتكلم فيها يا عم رجب؟ الناس اول ما عرفت ان الفلوس دي ممكن يحطوا ايدهم عليها راحوا مقفشين فيها على طول من غير ما يعرفوا فلوسهم ولا لا. الناس اتفتح لهم كنز. عايز واحد زي بقى يجي يقول لهم الكنز ده بتاعي؟ طب بذمتك انت لو مكانهم مش كنت عملت كده؟ طبعا. لا ما مش عارف. اهو شفت انت نفسك اتلخبطت. سيبك من كل ده، بنت انا ايه دخلها بالموضوع ده؟ عشان خطر يعني عماد صاحبك؟ صراحة ربنا عماد ما كانش موافق، هي اللي اصرت، يعني زي ما تقول كده عايزه تساعد. بنت هبله وعبيطه وبنت كلب، مش عارفه ان الموضوع ده يوديها في 60 ده. طب كلام مني بقى ومن الاخر قدامك، انا هخرجها من الموضوع ده خالص. صداع ابن كلب هيفرتك دماغي. انا مش عارف انت بتعمل في نفسك كده ليه. عشان انت ما بتحسش. خلاص بقى اكتب لك يومين ثلاثه واقعد بقى في الحوارات دي والجو اللي انت عايش فيه ده. وصفي لو قعدتي هنا تقيل على قلبك ممكن اروح اقعد في اي فندق. يا ابني مش تقيله ولا حاجه، بس انا مش عاجبني الجو اللي انت عايش فيه ده. يا جدع انا تعبان. افهم يا ابراهيم، خراب يا دنيا عمار يا دماغي. وعلى راي عمك ابو نواس ما بيقول، وداويها بالتي كانت هي الداء. يا عم اعرف واحده واثنين وثلاثه واربعه وعيش يا معلم. عمال ادورها في دماغي مش لاقي نفسي، غلطت في اي حاجه. انا ما اعرفش انا بيجرى لي كده ليه. مش يمكن هو ده السبب؟ يعني ايه؟ في ناس كده لما بتمشي صح الدنيا بتقفل في وشها، ولما بتمشي غلط بتبقى فل لو شمعة منورة. الله يخرب بيت أم الشيطان اللي بايت في دماغك بيضة قد كده. اسمع كلامي وانت تكسب، أنا هحلها لك. ازاي يا صلاح يا ابني بس ده يحصل وانت معانا؟ ده أنا مطمنة انك في وسطينا. ابراهيم خارج زعلان وانا خايفة عليه. أيوة يا حاجة جليل أنا معاكي. يا حاجة جليل أنا في شغل، وشغل مهم جدا. لا ما هو مش معقول عشان ابراهيم عنده ازمه عاطفيه نقعد جنبه ونسيب امن مصر. ما اقصدش حاجه، ابراهيم زي اخويا. ايوه بس الاهم فالمهم. طيب يا ستي لما اجي هقعد معاه واظبط كل حاجه. حاضر ما تقلقيش. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ها عملت ايه مع رجب؟ تاخد بعضك وتروح له وتخلص كل حاجة وتجيبها وتيجي. ايه الثقة دي يا عم صلاح؟ يا عم كلمتين حلوين يخلص الموضوع، في ايه؟ ايوه يا حورية. ماما لسه مكلماني. لا عادي يا حورية. الولد مصدوم عاطفيا. لا ما تقلقيش، ان شاء الله انا هبقى اشوفه فين وهكلمه. في الشغل يا حورية، في الشغل. لا في مكتبي في القاهرة. طيب اوكي، مع السلامة. مع السلامة. ما تفهمني قلت الرجب عشان كلامنا يبقى واحد؟ جبت له من الاخر وحكيت له الحكاية. قلت له ان انا اللي اعمل لك الباسبور؟ يا سلام، اكيد فهم لوحده. يعني انت شلفطتني قدامه. وانت ناقص شلفطة يا اخويا، ما انت متشلفط من زمان، ولا انت يعني جديت عليه؟ ايوه يا حاجه جليله. يا ست يومين وراجع. لا ما تقلقيش. حاضر. حاضر. يا حاجه انا في شغل. حاضر. طيب مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ما تيجي معايا عند رجب او تسندني في الكلام. ما ينفعش يا عماد، ده دورك انت.